السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم بدنا نعطيكم وصفة بتنشط غدة البروستاتا عندكم. بتحاول هذه الوصفة انه تصغرها او بتخلي ما يصير حجمها اكتر يكبر. يعني نحن ما بنعطي ضمان انه هذه الوصفة تصغر البروستاتا عندكم، ولكن محتمل انه هيدي الوصفة تخليها ما عادش تكبر زيادة عندكم. واذا البروستاتا عندكم متضخمة لازم تروح لعند الدكتور ويعمل له فحوصات، يعمل فحوصات دم وفحوصات البروستاتا حتى تكونوا انتم متأكدين انه هيدي ما فيها بكتيريا التهاب مثلا، او لا سمح الله سرطان البروستاتا. هيدا كمان موجود كتير هيدا. وهلا بصير معظم الضخم بالبروستاتا عنده أسباب كتيرة، مثلا عدم النظافة، الجلوس لفترة طويلة مثلا، أو بيشرب كتير الكحول، أو بيأكل الأكل اللي كتير الدهون اللي كتيرة، بيشرب كتير قهوة، بيشرب كتير شاي، بيأكل كتير شوكولا مثلا، بيحسب البول عنده مثلا، عنده احتناق القذف، بينام الواحد مع مرته وبيظهروا أوام مثلا قبل ما يكب معه جوا، أو مثلا بينام الواحد مع مرة بدون الكابوت اللي بيلبسه مثلا حتى يحمي حاله، كمان الواحد ما بيعرف. وأحيانا بصير في بس نام الواحد مع مرة بصير عنده مواد بتفوت عليه وبتعمل له التهاب بالمسالك البولية وبتأثر على البروستاتات كمان. نحن هون وصفتنا هيدي الكون هي من عدة مكونات. مكون أول واحد هو بذور الكتان، المكون الثاني هو بذور اليقطين، المكون الثالث هي العشبة المركدوش، لأن عندنا هون الزنجبيل، إلى عندنا هون خل التفاح، إلى وعندنا هون اللي بنشربوا ماء معقمة بدون أسيد فيها. نبلت بها الوصفة هيدا لكم كيف بتعملوها. الوصفة هي كتير سهلة، منا نحما نصحن هالمكونات هدول، نطحنهم ناعمين كتير. نبلش فيها نطحنهم طحنة منيحة. اما انا اطحنهم بهالطريقة هيدا حتى ما يصيروا كتير ناعمين، شايفين؟ حطيت هيدا عليها فوق احسن مي كثيروا معي. واو، شايفين كيف صاروا مخلوطين كتير؟ ايما لهيدا على جنب. تعملوا الكمية انتو اللي بدكن اياه، هيدا بتشربوه يوميا عند الصبحيات قبل الفطور وعند المساء قبل النوم. اذا واحد بيكون عنده شيء عنده بالمعدة شيء ما كذا لازم يقلل من خل التفاح. فنحن بنجيب هون مركدوش، عشبة المركدوش، شايفين؟ بنحط ملعقة ملعقة معها هون وبنخلطهم مع بعض، بنحط كمان فوقهم زنجبيل المطحون، كمان ملعقة زنجبيل مطحون حطها هون، شايفين هون؟ حطها هون معه، نخلطهم مع بعض. هيدي الوصفة عملناها لأشخاص قالوا لنا إنه كانوا يفيقوا بالليل 4-5 مرات ويروحوا على الحمام حتى يبولوا. فمن بعد 3 أسابيع من هاي اللي استعملوها صار ما عادش يفوتوا كتير بالليل على الحمام، يعني صارت عم تقل معهم. بس هذه راح يجربوها بعد لمدة 2 شهر، وبعدين راح يروحوا لعند الدكتور، والدكتور هي راح يعمل لهم فحوصات ويشوف كيف البروستاتات كيف عم تصير معها، إذا صارت عم تكبر أكثر أو مش عم تكبر أكبر. ولكن قالوا إنه بس يستعملوا هالمشروب هيدا عم يلاحظوا في تحسن عندهم، شايفين؟ بس هيدي الخلطة صارت جاهزة، أنا رح جربها ليش لا؟ هوليك الشباب جربونا إياها. في كثير شباب أحيانا معهم هالشي هيدا تضخم البروستاتا، بتحطوه بوعاء مثل هيدا، شايفين؟
بتسكروه بتحطوه بالمحل هلا بتمنيه. وعند الاستعمال بتجوا عند الصبحيات قبل الفطور بتاخذوا ملعقة هالقد يعني مش كتير كبيرة، ملعقة كبيرة ولكن ما تعبوها كتير، بتحطوا فوق الماي معقمة ليتي، بتحطوا مع نص ملعقة كبيرة خل التفاح، نص ملعقة ما تكثروا كتير بالنسبة للمعدة. هيدي هي هيك حطوها معها وبتخلطوها وهيدا هو المشروب اللي بتشربوه عند الصبحيات قبل الفطور وعند المغربيات قبل النوم وبتشربوه لهيدا المشروب. كمان النصيحة لكم مننا مثل ما قلنا بأول الفيديو ما تاكلوا كتير الدهون إلى آخره. كمان لازم تعملوا رياضة، اعملوا رياضة وخففوا الوزن الزائد عندكم واشربوا ماي نقية، ماي ما فيها يكون فيها كتير غازات، وما تاكلوا كتير سكر. شايفين؟ وهيدا هون الخل التفاح نحن على شو حطيناه هون، لأنه هيدا خل التفاح الحموضة بخل التفاح رح تطهر المجرى البولي عندكم، إذا في شيء ميكروب أما كذا أما إلى آخره رح تطهر المجرى البولي عندكم. بنتمنى لكم الصحة والعافية والتوفيق. إذا بدكم فيكم تشاركوا وادعمونا وما تبخلوا علينا بالمشاركة. هيدي هي وصفتنا لكم، بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة.